موجودين دلوقتي في مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا الصرح الثقافي والتنويري الكبير الذي هو دلالة على اهتمام مصر بحفظة كتاب الله، وأيضا اهتمام مصر الكبير بقضايا الفكر الديني المختلفة. مفيش شك أن هذا المكان، وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم عن هذا المركز الكبير، بيعد الأكبر في المنطقة العربية. هنا وأنا بتكلم عن الأكبر في المنطقة العربية لا أقصد المساحة المكانية فقط، وإن كان هو الأكبر من حيث المساحة المكانية، ولكن أقصد عن مكانته في المستقبل القريب إن شاء الله، عن المعنى، عما يقدمه من خدمات ثقافية واجتماعية وتنويرية متعددة لكل المسلمين في كافة أنحاء العالم. موجودين دلوقتي لتغطية فعاليات مسابقة الدولية أو العالمية للقرآن الكريم في نسختها 30. هذه المسابقة كل سنة بتحمل اسم قارئ من قراء مصر العظماء، فكانت في العام قبل السابق شيخ المنشاوي، في العام السابق فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، والآن الشيخ محمود علي البنا. طبعا هذا القارئ العبقري اللي ساب تأثير كبير جدا، وله تأثير كبير في نفوس كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وزارة الأوقاف بذلت مجهود كبير جدا حتى تخرج هذه المسابقة بشكل يليق باسم مصر. بعد قليل تنطلق فعاليات هذه المسابقة بحضور دولي واسع ومكثف. الحديث عن استعدادات الوزارة وعن هذه المسابقة وعن فروع هذه المسابقة، وأيضا لو في جديد في هذه النسخة 30، هيكلمنا فضيلة الشيخ أسامة فخري مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وصباح جميل في رحاب هذا المنجز الحضاري، مسجد مصر ودار القرآن ومركزها الثقافي، استعدادا واستقبالا لنقل فعاليات حفل الافتتاح للمسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم. يا أهلا بحضرتك. أهلاً. الصورة اللي هنشوفها بعد قليل ليست هي البداية، ده كان في قبلها تحضيرات كتيرة جدا من قبل الوزارة، وكان في تصفيات، يمكن كنا بنتكلم دلوقتي عن هذه التصفيات. لو حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات، استعدادات الوزارة حتى تخرج هذه المسابقة بشكل يليق باسم مصر ومكانة مصر في دعم ورعاية حفظة كتاب الله. المسابقة العالمية تتعلق بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الخطاب الإلهي الأفخم. الله سبحانه وتعالى جعله حبلا ممدودا بين السماء والأرض، يعني من أراد أن يكون منا موصولا بالله، موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى، فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. هذا ما تؤسس له وزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف لا تقف عند حد الحفظ أو التلاوة وانتهى الأمر، بل لا بد من الفهم، فهم المعاني والمقاصد والمفردات، حتى نصنع أجيالا يكونون فيما بعد أدوات حقيقية لبناء هذا الوطن في شتى المجالات. وزارة الأوقاف تسابق الزمن في خدمة القرآن الكريم وفي العناية بأهل القرآن الكريم والحرص عليهم، ويأتي هذا من خلال طريقين. الطريق الأول الأنشطة القرآنية المتنوعة، مقارئ القرآنية، مقارئ السادة الأئمة، مقارئ الأعضاء، مقارئ الجمهور، مقارئ السيدات، مقارئ الواعظات، حلقات التحفيظ عن بعد. احنا تقريبا السنة دي عملنا 219 ألف مقراءة قرآنية في الجمهورية، عملنا أكثر من 102 ألف حلقة تحفيظ من خلال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، 60 ألف حلقة تحفيظ عن بعد في الداخل وفي الخارج. هناك أيضا برنامج صحح تلاوتك الذي يعمد إلى تصحيح التلاوة وكيف نقرأ القرآن الكريم من خلال الأئمة المتميزين الحافظين المتقنين في شتى المساجد. إذن هناك أنشطة قرآنية متنوعة وكثيرة، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وهو المسابقات القرآنية، سواء كان المسابقات المحلية أو المسابقات الدولية والعالمية. والنمط الرئيس في المسابقات القرآنية التي تعقدها وزارة الأوقاف ليس كما ذكرت الوقوف عند حد الحفظ، ولكن مع الحفظ الفهم وبيان المعاني ومقاصد القرآن الكريم، حتى نترجم يعني ما جاء في القرآن الكريم ونحوله إلى واقع عملي ولا نقف عند حد الحفظ. بالنسبة للمسابقة العالمية 30، هذه المسابقة تتفرد وتتميز عن كل المسابقات التي مضت، تتميز في عدد المتسابقين، تتميز في عدد الدول المشاركة، تتميز في عدد الجوائز، تتميز في قيمة الجوائز، تتميز في عدد المحكمين، تتميز بأنها لأول مرة تكون في دار القرآن بمسجد مصر ومركزها الثقافي. عندنا الآن 64 دولة مشاركة، وهذا عدد يعني لم يكن موجودا قبل ذلك. جاوز عدد المتسابقين 100. عندنا 6 أفرع للمسابقة العالمية 30. هذه الأفرع يعني الفرع الأول هو لغير الأئمة ولغير أعضاء هيئة التدريس، ولأول مرة الجائزة الأولى 1,000,000 جنيه.
قيمة الجوائز للمسابقة العالمية تتجاوز 8 مليون جنيه لأول مرة تتفرد هذه المسابقة بهذه القيمة. المركز الأول في كل فرع؟ المركز الأول في الفرع الأول. الفرع الأول. لأول مرة قيمة الجائزة مليون جنيه. الفرع الثاني وهو خاص بالناطقين بغير اللغة العربية. الفرع الثاني الثالث وهو خاص بالناشئة. والناشئة تحت 12 سنة، سن 12 سنة، وحضرتك أشرت يعني التصفيات. يعني ربما لأنني عايشت هذا الأمر على مدار أشهر كثيرة، بداية من استقبال أسماء المتسابقين وبياناتهم، ثم بعد ذلك الاختبارات الأولية بالمديريات الأقليمية، يعني كل متسابق في المديرية التي هو يلحق بها أو خاصة بها، ثم بعد ذلك بعد الاختبارات الأولية والتصفية هناك اختبارات تمهيدية تحريرية مركزية هنا في القاهرة، ثم بعد ذلك اختبارات تمهيدية شفوية مركزية أخرى، ثم بعد ذلك اختبارات نهائية مؤهلة لهذه التصفية التي سنفتتها اليوم إن شاء الله رب العالمين. كأن هناك مراحل كثيرة جدا مررنا بها، لماذا؟ حتى نصل إلى الحافظ المتقن، حتى نصل إلى الضبط، الجودة، الأداء، الأحكام، فنبرز للعالم كله يعني المتسابقين المتميزين حفظا وإتقانا وفهما ومعرفة لمقاصد القرآن الكريم إلى غير ذلك. الأطفال الصغار 12 سنة يعني كانوا المفاجأة بالنسبة لنا، حفظ وإتقان وضبط وجودة وأحكام، حتى إن منهم من يعني يعرف القراءات القرآنية، فتخيل أن يوجه الطفل منذ نعومة أصفاره إلى القرآن الكريم مع فهم القراءات مع فهم المعاني. يشارك كل الفئات العمرية بتشارك في مع بعض. نعم، هذا الفرع خاص بالناشئة. هناك فرع آخر، الفرع الرابع، وهو للأئمة وأعضاء هيئة التدريس. هناك فرع خامس لذوي الهمم، لذوي الهمم، وهذا أيضا له 5 جوائز. فرع الناشئة بالمناسبة له أيضا 5 جوائز خاصة به. فرع ذوي الهمم يعني أيضا يعني وجدنا حرصا من هنقول بقى ليس من يعني المتسابقين بل من ذويهم، يعني الأب والأم حين يوجه هذا الولد إلى حفظ القرآن الكريم ويهتم ويعتني به أيضا حفظا وإتقانا وجودة وضبط وأداء إلى غير ذلك، يعني وجدنا تنافسا عميقا وتنافسا رصينا وتنافسا جميلا عظيم في جداً. القرآن طيب الكريم. الوجود المصري عامل إزاي في المسابقة دي؟ عندنا الفرع السادس بالمناسبة فرع الأسرة القرآنية، ده محتاجين نتكلم عنه لوحده، ده الست فروع حتى ننتهي. الوجود المصري كان وجودا قويا، وهذا الوجود هو الذي ذكرته منذ قليل، التصفيات الكثيرة والمراحل. طب يخرج واحد من الجمهورية؟ نعم. ولا ممكن أكتر؟ يعني ممكن متسابق واحد فقط من الجمهورية ولا ممكن أكتر من متسابق؟ لا، هناك فروع هي خاصة بالمصريين فقط، يعني الأسرة القرآنية، الناشئة، ذوي الهمم. هناك فروع يعني الفرع الأول للأئمة فيه مشارك من مصر، الفرع الرابع فيه مشارك أيضا من مصر مع الدول الأخرى. المصريون كانوا متقنين، ومن وصل بعد هذه المراحل التي ذكرتها فلا شك أنه يعني متقن وحافظ ويفهم جيدا، ودائما يسألون يعني دائما المقاصد، نقرأ في كذا، معاني كذا، فهم يتحرون المعاني ويبحثون عن دقائق المفردات في القرآن الكريم، فإن شاء الله يعني يشرفون مصر مع الدول الأخرى بإذن الله. طيب أعتقد أنه فرع الأسرة القرآنية هو مستحدث على مستوى العالم عندنا في مصر. فرع الأسرة القرآنية لا يوجد له مثيل في أي مسابقة عالمية، هو لا يوجد إلا في مصر، وهذا أيضا مما تتميز به مصر الأسرة القرآنية، بحيث لا تقل عن 3 أفراد. الثلاث أفراد ممكن يكونوا إخوة، ممكن يكون أب وأبنائه، أم وأبنائه كما وجدنا في السنوات السابقة وهذه السنة أيضا هناك أب وأبنائه. لا يقف عند سن، يعني نجد مثلا الأب ونجد الابن في الابتدائية والبنت في المرحلة الإعدادية، فيعني شيء ممتاز جدا. كذلك الأم نجد الإخوة لا يقف عند حد تخصص معين، ربما نجد مهندس ميكانيكا وأخوه مثلا دكتوراه في الفيزياء وأخوه الآخر، يعني يعني مشهد جميل ومشهد عميق أن تجد هذه الأسرة القرآنية تحفظ القرآن الكريم، وأسرة تتصل عقولها ونفوسها بالقرآن الكريم، يراجعون مع بعضهم البعض، يقفون عند حدود الآيات، يقفون عند مقاصد القرآن الكريم. كان مشهدا عجيبا وتنافسيا بين الأسر، لكنه خلق بينهم حالة من الحب والود، يعني في هذه المراحل المختلفة كانت هناك حالة تسمح لهم بالقرب وتسمح لهم بالود وتسمح لهم بنقل المفاهيم، والعقول تلقح العقول كما نقول، فنشأ مع التنافس ناحية أخرى وهي المودة والحب والقرب والسؤال عن بعضهم البعض، فالقرآن وصل الحفاظ بعضهم ببعض. عظيم جدا. طيب
بالإضافة إلى زيادة قيمة الجوائز للفروع الستة، نعم، إيه الجديد في هذه النسخة؟ الجديد كما ذكرت يعني أنها تفردت بقيمة الجوائز، تجاوزت 8 مليون جنيه، هذا لم يكن موجودا قبل ذلك. تفردت بعدد المتسابقين، جاوزنا 100 متسابق حتى الآن. عدد الدول 64 دولة. عندنا أيضا الجائزة الأولى كما ظهرت لأول مرة 1 مليون جنيه. أهم حاجة أن لأول مرة في دار القرآن تعقد مسابقة عالمية طبعا بتغطية واسعة. عندنا أيضا إمام الحرم النبوي يعني ضيف شرف هذه المسابقة، وعندنا ضيوف كثيرون من الدول الأخرى التي جاءت لتشهد هذا الافتتاح العظيم وهذا العرس الجميل للمسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم. طيب كيف تتم بقى المسابقة؟ الاختبارات بتكون عاملة ازاي؟ والتصحيح للمحكمين كمان من أي دول؟ احنا عندنا إلى الآن محكمين من 8 دول، هناك من الجزائر وفلسطين والأردن وتونس، وهناك أيضا من الدول الأسيوية والأوروبية من بنجلاديش وأفريقيا السنغال، وهناك سلطنة عمان. فهناك يعني تشكيلة جميلة من المحكمين. طريقة الاختبار تكون مرقمنة، يعني ليس هناك تدخل بشري، بمعنى أن المتسابق يجلس أمامه يعني عدد من الأرقام، 30 رقم، هو يختار أحد هذه الأرقام ويضغط عليه، ثم يسمع إلى السؤال ويجيب على هذا السؤال، والمحكمون بدورهم يقومون بتقييم هذا المتسابق في الحفظ والتلاوة والأحكام والإتقان والتنبيه والتردد، يعني أشياء تتعلق بعمق تحكيم هذه المسابقة. فعندنا محكمون من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية، وعندنا الاختبارات كلها مرقمنة، لا تدخل بشري فيها، حتى يعني تكون النتيجة نتيجة رصينة ليس فيها أي تدخل. كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. فضيلة الشيخ أسامة فخري، مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم.